بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهد الكريم، نحييك تحية مسائية خالصة، وإحنا في معيتنا الليلة فنان شاب جميل. زي كل مرة إحنا الليلة حنتناول معه تجربته الغنائية، وحنتكلم معه في حياته الشخصية، حنتكلم معه في مستقبله الغنائي وفي كل حاجة. الليلة معنا إحنا الفنان الشاب الجميل محمد الخاتم صديق، والشهير بمحمد الخاتم. محمد الخاتم، اهلا بك في برنامج اهل المغنى. احنا سعيدين جدا بالاستضافه دي، وسعيدين بانه انت كنت حريص على تلبيه الدعوه بتاعت البرنامج. السلام عليكم. انا سعيد جدا اكثر طبعا منك يا طلال، لاني اكون برضو ضيف عزيز عليك انت، لان انت زول جميل وفنان حياتك جميله. فانا سعيد انه اكون اليوم في قناه ام درمان، واتمنى انه يعني نقضي وقت لطيف في هذا البرنامج اللطيف. تسلم. محمد الخاتم، احنا اعتدنا في البرنامج في الاول يعني اي فنان شاب بيقعد هنا او اي فنان عموما يعني بنحب يعرف الناس هو منو في الاول، يعني هاي الناس كلها عارفه محمد الخاتم الفنان محمد الخاتم، ولكن عايزين نعرف محمد الخاتم منو محمد الخاتم، يعني زي ما احنا بنقولوا السيره الذاتيه الشخصيه بتاعتك. طيب، انا محمد الخاتم صديق عبد القادر، ده ابوي. طبعا الناس كلها بتعرف محمد الخاتم على اساس انه ده اسمين يعني، لكن محمد الخاتم هو اسم واحد. اسم واحد. انا مولود في كوستي، مدينه كوستي. على فكره انا برضه اسمي مركب، انا محمد طلال. يا اخي معقول؟ دي معلومه جديده. دي معلومه جديده. ايوه، انا اديك معلومه جديده ثانيه. محمد الخاتم هو توم لمحمد الفاتح. بالله يعني ما شاء الله. انا برضو توم، اسمه محمد الفاتح وانا محمد الخاتم، وبدينا على فكره نغني سوا، كنا دويتو واحنا في كوستي. انت مواليد كوستي؟ اي، مواليد كوستي. مراحلك الدراسيه كلها في كوستي؟ يعني معظمها، لانه حسب طبيعه عمل الوالد هو في المجال الزراعي، فكان مدير مؤسسه النيل الابيض الزراعيه، فاحنا سكننا في كوستي او تنقلنا معه. فالاستقرار كان في كوستي لفترة طويلة جدا، وبدأت مراحل التعليمية الأولى، الابتدائي والمتوسطة. نحن طبعا ناس كبار، لما قلت الشاب أنا فرحت يعني. وبداية الثانوي بعد ذاك جينا الخرطوم هنا. نعم. باقي مراحلك الدراسية؟ باقي مراحل هنا، قريت باقي الثانوي في ود السايح في شنبات، والجامعة في شرق النيل، كلية شرق النيل. بعد ذاك درست شنو في شرق النيل؟ أنا درست إعلام. درست إعلام؟ أيوه. كويس. درست إعلام، أنت راجل فنان، مسيرتك الغنائية يعني أنت اكتشفت أنه أنت فنان متين؟ في الابتدائي ولا في المتوسط ولا في الثانوي ولا؟ والله من الابتدائي يعني اكتشفت أنه فنان، لكن شنو أنا ما أعرف بالضبط. لأنه يعني كنت أحب الفنون بشكل يعني مجمل كده، الرسم، العزف، الخط، كنت بحاول أتعلم الخط العربي، بحاول أبتكر بعض الحاجات يعني. فكنت أحس إنه في الفنون يعني جارية يعني في دمي كده، لكن يعني ما كان الوقت ده أنا عارف إنه أنا بغني أو أفضل لي أغني أو أعزف أو كده، لكن كان كل الفنون أنا بستمتع بها جدا يعني، الرسم، على العزف، على سماع الموسيقى نفسه. أنتوا كم أخو في البيت؟ طيب، احنا 4 اولاد ما شاء الله، احنا اسره كبيره و5 بنات. نعم. فبفتكر انه يعني كان في بعض التاثير من بعض الاخوان، يعني بيقولوا انه دي حاجه مختلفه اللي بعمل فيها دي وشجعوني، لكن البعض الاخر بيقول ودي لو مش اقرا احسن له يعني. اي، دي طبيعه اراء كل الاسره، اغلب الاسره السودانيه. في بيتكم انت ومحمد الفاتح بس اللي بتغنوا كده، ولا اغلبهم عندهم المواهب الفنيه دي؟ والله لا، ما في كثير يعني، بس انا والفاتح. فاحنا للاختصار بنقول الفاتح والخاتم في البيت. فاحنا الاثنين اللي كان عندنا الميول لفكره الغناء وكده، لكن بس انا اتطورت الفكره عندي يعني، لدرجه انه انا في الفتره الاولى في الابتدائي او انتهيت من الابتدائي، فكرت في انه انا يعني اعمل اله براي عشان اتعلم على العزف، ونجحت في الفكره في انه عملت لي حاجة بين العود والجيتار كده، زي ما قلت دائما هاي صنعتها. حتى الشباب كانوا بيقولوا لي ده اوتار ده ولا شنو، فبين العود هاي العود والجيتار. فعزفت عليه او ظبطت شكل الآلة دي،
وكان شكلها مقبول يعني لأنها تقدر تعزف عليها. فجبت السنارات العصب نعم وظبطت آلة كده وبدأت ألحن على أناشيد المدرسة. فأنا كنت مستمتع جدا من الفكرة دي والوزنة طبعا جات يعني باي أكسيدنت. يعني بتتذكر شنو الأناشيد اللي لحنتها؟ والله تقريبا في سنة خامسة كان في نشيد بيقول طائر يجدو على فنني. أيوة. جدد الذكرى لي دي شجاني حاجة دي ما مذكرها. لكن المهم يعني كنت بحاول ألحن بها وكده. حتى مرة في جزء من الجمعيات الأدبية كنت بشيل معي الآلة دي وبغني بها في الجمعية الأدبية في المدرسة. كنت قاعد تلقى مساعدة حتى من الأساتذة؟ يعني كانوا مهتمين بموهبتك دي؟ جدا والله. حتى أنا كنت يعني مشارك أساسي في كل جمعية أدبية. شوف على أيامنا طبعا خلاص أنت من جيلنا طبعا أنت بس غير إحنا كبار. على أيامنا كان الأساتذة بيشجعوا الطلبة. يعني أنا أذكر برضو في المتوسطة كنت بغني، كان في أستاذ عبد الماجد الله يطراه بالخير بيعزف على الجيتار معي، كان في أستاذ صلاح أحيو من هنا صلاح شهودي كان بيعزف على الأكورديون، بعد ذلك باقي من زملاني يعني وائل على الإيقاع الأورغان ولطفي على الإيقاع، يعني كنا مجموعة كده مفهول وكانوا بيشجعوا الحاجة دي. مريت بنفس الظروف دي أنت في المدرسة؟ والله أنا في أستاذ اسمه أستاذ سيف، ده من الناس اللي دعموني جدا يعني ربنا يديه الصحة والعافية وإن شاء الله يكون سامعنا. فمن الناس اللي شجعوني جدا لما أنا جيت بالآلة اللي عملتها دي عايز أشارك في الدورة المدرسية وفزت في المراحل الأولية. فبعد ذلك قام قال لي يا أخي ما أنت من جيب لك جيتار، شكل الحالة ما يلي على جيتار أكثر. فقلت والله أنا ما أنا من الأسباب اللي خلتني أصنع الآلة دي لأنه ما كان في الوقت الراهن بقدر أمتلك جيتار أشتري جيتار، لأنه ما حقدر أقول لأنه سبيت أنا عايز لي جيتار وهم همهم كله أكاديمي كان صح بحث. أنك تقرأ وإنك أيوة. فقام قال لي أنا بساعدك في أنه أشوف لك جيتار يعني لفترة تتمرن عليه وشوف إذا نفع ممكن تحاول تعمل به عزف منفرد. فلفترة وجيزة بتاعت أقل من أسبوع أنا بدأت أتمرن على مقطوعة ومقطوعتين في الجيتار، وأول مرة أنا أمسك جيتار يعني حقيقي. فالحمد لله يعني قدرت أمرق منه حاجة وشاركت في العزف المنفرد وفزت يعني. أحمد خالد أنا حاسب إنه الليلة الحوار معك حيكون حوار غني غني جدا، لأنه أنت أنا في تقدير خاص بإنه أنت فنان شامل بترسم أيوة وبتكتب وبيتغني وبيتلحن وبتعزف على كل الآلات ومهندس صوت وإعلامي. فإحنا الليلة حنكون معك يعني تناول شامل، خلي صدرك رحب. لا تمام حبابك. لكن في الأول أنا عايز أطول على المشاهدين بحاجة من الحانك. أنت في حاجة كده على ما أعتقد كان من كلمات الراحل محمد الحسن ساري محمد تلحنتها. أيوة. اسمها شعب اليقان. شنو شعب اليقان؟ والله طبعا هي دي شعب جمع لشعبه، شعبه اللي بتكون في الخشبه دي الخشبه السناده دي. نعم. يعني شعب اليقان يعني، واليقان جاي من التيقن والصبر واليقين بالضبط كده بلغه. طبعا هو قبل ما استرسل في الحديث انا عايز اترحم على روح الراحل الجميل، اترحم على كلنا احمد حسن سالم حميد وتحيه لاسرته. كنا موعودين مع بعض أنه نعمل حاجات جميلة كثيرة. نعم. لكن ربنا ما أراد، وأنا سعيد جدا بالأغنية البغنية دي اللي هي شعب اليقان، لأنه يعني كونه يكون عندك واحدة من درر هذا الشعر الجميل. نعم. والله أنت تكون يعني محظوظ جدا. أنت محظوظ. نعم. الحمد لله. الأغنية اسمها شعب اليقان. نعم. ومعظم الناس بيقول شعب اليقان لكن هي شعب. هي شعب باعتبار يعني السنادة والخشبة واليقان التيقم مش كده؟ بالضبط كده. احنا طيب خلينا نسمع العمل ده وفكرته، فكرة اللحن بتاعته ونتكلم في المعنى شعب اليقان دي نفسها. خير ان شاء الله. نسمع الأغنية وهي من كلمات الراحل المقيم محمد الحسن سالم حميد ومن لحن الفنان الرائع محمد الخادم. الله يخليك. كنت زودي أنا رفيقي في السمح والشين،
حلالك كنت زولي أنا رفيق في السمع والشيل تموت هاتي لما دين مثل قلت العديل والسين من العز الحبيب ملاي وقدس لعيون السود من العز الحبيب ملاي وقدس لعيون السود وعود من دربك الجساي على شعب اليقان مسنود وعود من دربك الجساي على شعب اليقان مسنود اتيقنت من تلاك لا آسف ولا محزون اتيقنت من تلاك لا آسف ولا محزون على العمر النزفت وراك على العمر النزفت وراك اتيقنت من تلاك لا آسف ولا محزون اتيقنت من تلاك لا آسف ولا محزون على العمر النزفت وراك على العمر النزفت وراك وراك خطاي ما عدمت الهداي براي باقي الدرب بمشيه خطاي ما عدمت الهداي ولو حرت سموم الصيف على نسم العشم جواي قوافل صبر ما تطهب ومن حديها بالدعباي قوافل صبر ما تطهب ومن حديها بالدعباي أحرس العرس من تلاك أريح شجن الليالي السود هبت غلبك الوقات قبل ما يرقدك هبود أحرس العرس من تلاك أريح شجن الليالي السود هبت غلبك الوقات قبل ما يرقدك هبود عشكن يا دماري علي عشك أبني بأيدي عاشك يا جماري علي عشك أبني بأيدي شرطا ما كجوجا لي جوجا يبهلي من عيني عاشك يا جماري علي عشك أبني بأيدي عاشك يا جماري علي عشك أبني بأيدي شرطا ما تجوجا لي جوجا يبهلن عيني كان سويت غناي في عود
وكان خدر مدى الوطا وكان فوح عبير ورود ما كان الزمن طاطا كان سويت هناك في عود كان خدر مدى الوطا وكان فوح عبير ورود ما كان الزمن طاطا عشكن يا جمال علي عشكن أبني بيدي شرطا ما تجوجا لي جوجا يبهلن عيني أريد تاني أريد تاني قدر ما الله أداني مروة رات في وجداني أريد تاني تاني وتاني قدر ما ربي أداني مروة ريت في وجداني أريد تاني تاني محمد الخادم يا أنت راجل عبقري والله العظيم يا أخي تسلم يا وبعدين أنت كده زعلتني منك أكتر كيف الكلام يا أخي انت محمد الفاتح يعني انا حاسس بيك زي متنازع كده يعني مره نجوميتك تظهر كده ومره تختفي مره تغني مع اولاد البيت مره مع اهل البيت مره تغني براك مره مع عقد الجلاد الحاصل لك شنو يا محمد هو طبعا اي فنان مبدئيا فنان حقيقي بتلقى جواه نزاع نزاع جزء جزء من تكوين الفنان الشخصيه الفنيه حقته كويس واللي هو وفي قلق القلق ده ذاته جزء من التفكير بتاع انه الفنان عايز يصل لشنو او عايز وهو عباره عن يعني تفتيش عن يعني الطريق اللي هو عايزه فعلا يعني بيفتش عن هويتك هو بالضبط انت بتكون يعني مثلا الغنى الجماعي دي بدايه كان لمحمد الخاتم لحبي للأصوات والستايل بتاع مجموعة أصوات في وقت واحد والهارموني بالضبط ده كان كنت بتفتش في النوع ده من في زمن ما كنت أحب الحياة دي لكن مع ذلك البحث عن ما يزول صوته جميل ممكن وبيغني ممكن نقول خلاص ده فنان السؤال الحقيقي هويتك شنو أو الستايل شنو أنت بتغني به دي الفكرة بتاعتي أنا كان هنا انه تفتش عن لون معين عشان اي زول يسمعه في اي مكان ده محمد الخاتم او ده طلال زي ما بنسمع طلال بطريقه معينه بكون قادر اميز انه ده طلال ليه؟ ما عشان هو صوته جميل وبس لا لانه عنده طريقه بيغني بها كويس ده مضرب المثل يعني مش قصدي طلال نفسه انا فاهمك كويس لكن طيب كويس ليه انت مختفي عن الساحه الغنائيه؟ انا في تقديري الخاص بانه انت تمتلك كل مقومات انك تكون فنان طاغي بصراحة لكن أنت ليه مختفي عن الساحة الغنائية؟ تمتلك يعني أنا ما حقول بأنه أنت بتفتش على النصوص لأنه أنت فنان تقدر تكتب ما بقدر أقول بأنه أنت يعني ما عندك مبرر تقول لي بفتش على الألحان أنت ملحن بارع ما عنده مبرر تقول لي والله يا أخي مع موسيقيين أنت موسيقي بارع وقاعد في استوديو وبتركب أغنياتك وبتعمل كل يا أخونا العمل إحنا سمعناه والآن ده أي حاجة فيه هي من صنع الشاب الفنان ده الصوت الخلفيات الموسيقيه بتاعت الالات النورمال جيتار شغال البيز جيتار شغال مهندس الصوت نفسه محمد الخاتم انا غلطان ولا صح كلامك صح انت ليه مختفي طيب جزء من الاشكالات اللي انا بتمر بها او التنازع قلنا قبل اولا انا بفتكر انه يعني برضو الاعلام عنده علاقه انا ما داير اكون اتظلم فهمت لكن برضو من واجب الاعلام أنا زور برضه يعني أنا دارس إعلام يعني كويس من واجب الإعلام وهي إعلام عشان يكون حتى ناجح البحث عن المتميز طبعا الإعلام ذاته مفترض برضه يبحث عن الناس المتميزين مش يبحث عن الزور أصلا أوريدي غناه موجود وفنان سوق أو بغني الغنى المنتشر لا أنت برضه فتش عن الما موجود شنو والجميل نعم فده ده لوم واحد اللوم الثاني برضه عنده علاقة بينا يعني المودية اللي بتحصل يعني الغنى اللي بيكون موجود مطروح الآن في الساحة الفنية
يعني فيه الجميل وفي الأصوات الجميلة، لكن في المزري برضه موجود. فدي مرات بتحصل لك انت احباط كفنان، يعني هل المستمعين، هل يعني انا بعرف انه الشعب السوداني شعب ذواق جدا ل يعني مختلف اشكال الغنى، نعم بكل انواعه بيقبل اي ستايل اي مود، لكن يحب الحقيبه ايوه، ويحب مصطفى سيد احمد، ويحب وردي، ويحب محمد اللمين، ويحب فنانين الشباب اليومين ده، ويحب يعني التنوع الحاصل، ويسمع شرقي ويسمع غربي في نفس الوقت، نعم فهم ده. فاذا ده شعب بالتاكيد عنده القدره على التمييز. طيب ما يحدث مؤخرا في الساحه الفنيه من غنى مزعج جدا وغنى مستفز لاي زول بيفكر بشكل جميل، هو الطاغي بقى وهو المتناقل في الميديا وهو كده في الاذاعه تفتحها، هو الغنى ده موجود في التلفزيونات، نفس الشباب البان الغنى العجيب ده هم الموجودين. فدي واحد من احنا بطبعنا جزء من الفنانين المتمسكين بحياتهم شديد، يعني انا ما بعرف امشي عشان اقدم غناي، هو ده ممكن يكون خطا، او احنا ما بنعرف كيف يعني ننشر غنانا، او ما بتعرف كيف تو انتروديوس يور سيلف، يعني كيف دي جزء من الاشكالات بتاعتنا. تمام، لكن معلش اقاطعك اوصل فكرتي، هو ده ما عذر، لكن برضو في اشكال تاني بقول لك انه المنابر، يعني انا ما فنان بتاع بيت عرس، للاسف المنابر الموجوده المتاحه في الدوله هي بيت العرس. نعم، انا غناي دار اعمله وافكاري الموسيقيه والشيء دار اعمله والتاليف اللي بعمل فيه دار اطرحه في منابر اوسع. نعم، عشان يكون على شكل بوبليك اكثر. يعني هسه كلامك بيقول لي بيقولنا لحاجه، لانه اذا كان المتلقي السوداني يلوم الفنانين على انه بيقدموا الهش من الغناء، لا برضه في فنانين بيقدموا الشيء الكويس والشيء الجميل ولكن يفتقدوا للمنابر. فانا اللوم ده يعني هو في حاجه محيره كده يا محمد، يعني احنا ننتقد الفنانين فيما بيقدموه ونجيبهم هم ذاتهم ونظهرهم في التلفزيون ونجيبهم في الجرايد ونجيبهم في الاذاعات وننتقد الغناء ده، مش كده؟ نقول لا والله ده في غنى تعبان وغنى كده، نفتح التلفزيون نلقاهم بيغنوا، نفتح الراديو نلقاهم بيغنوا، ايوه مش كده؟ انا معاك، انا يعني انا بقول انت بتجيبهم، معلش انت ممكن كاعلامي بالاضافه للفنان، نعم ممكن تجيب واحد من الظواهر دي نفسها عشان تقول تتناقش مع الفكره، لكن انت ما عارف انه كده اديته منبر اضافي، انا ما داير، بالعكس ما خلاص ده حقهم انه يسهروا او يقدم ما يقدم، لكن من حق الجمهور انه يحكم. لكن الاعلام لما يستضيف فلان الفلاني نفسه وحيجي يطرح نفس غناه ده، الغنى الرافضينه برا كمان بالعكس قننته، اديته مساحه اكبر وفضاء اوسع في انه يقدم الحاجه دي. يعني لكن في حاجه اقول لك، انبيو المنابر دي بتقدم غنى كويس. طيب يعني وين غناوة اللي بغني لنا برا؟ في البيت، في بيت العريس، في بيت العريس وكده، وفي الام بي سي ري وحايم وكده. ده بودينا لسؤال يا محمد، هل الفنان السوداني الان هو فنان ذو تجربه غنائيه ولا فنان بيت عريس؟ انت في تقديرك احنا المفروض نبقى فنانين بيوت افراح بحكم الواقع اللي احنا عايشينه ده، ولا المفروض نكون فنانين ذوي هويه غنائيه واضحه؟ يعني انا كده فلان وفلان وفلان. والله انا بفتكر انه الفنان الحقيقي هو زي ما قلت دائما جزء من المعينات انه يكون اي صوت جميل، الاساسيات مش وتفكير، لكن في حاجه مهمه جدا، العلم مهم، الفكر نعم مهم جدا، انه الفنان يكون مثقف جدا، اللغه بتاعته تكون عاليه تماما، لانه الفنان ده ما بيعرف غناه بده حيوديه وين، هو لازم يكون يعني سفير لبلده في اي مكان، يعرف يعبر عن بلده بشكل جميل، يعرف يعبر عن قبيله الفنانين بشكل افضل، يعرف يعبر عن تراثنا السوداني وعن واقعنا السوداني وعن يعني حاجات كثيره جدا عندها علاقه بوطنك وبيئتك. فلو ما كنت مثقف واعي لانك عايز تقول شنو وعايز تغني شنو، انت ما افترض تكون فنان. للاسف في مجموعه من الشباب الفنانين اليومين اللي بيفتكروا بانه احنا من المفترض نخاطب المتلقي بنفس لغته، وهذا خطا، مش كده؟ خطا، المفروض ارتفع الفنان هو بيرتقي بمستوى الشعوب. طيب خلينا نواصل في الحته دي بعد ما نطلع لفاصل ونرجع مع الشاب الجميل محمد الخاتم. خير ان شاء الله.
محمد الخادم يا شابع جميل. محمد، على ذكر أن الفنان يجب أن يكون سفير لسفير لبلده لأغنياته، سفير لجمهوره. أنت كنت سفير لنا في كذا مهرجان غنائي عربي، مش كده؟ أو شاركت في مهرجان؟ شاركت في طرابلس، مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية. أيوة بالضبط. وشاركت في مهرجان القرن الإفريقي في جيبوتي. خلاف كده بيشارك هنا في مهرجانات الإبداع العسكري ومهرجان ميلاد الأغنيات نعم، ومجموعة من المهرجانات المحلية. يعني أحكي لي عن مشاركاتك دي كلها، وصلت فيها وين؟ والله أنا وشي أنا فخور جدا بالمشاركة اللي كانت في طرابلس 2004 اللي هو إذاعة الدول العربية. كنت شاب يافع كده. أيوة كنت صغير لكن بغض النظر عن الأغنية شاركت بها، أنا السعادة كان أكبر في شنو؟ في مفهوم إني أزلت يعني عدد كبير من المفاهيم والأخطاء لدى الإخوة الفنانين اللي كانوا معنا العرب، يعني الجزائريين وعلى المغاربة على المصريين حتى على مجموعة من الفنانين. بالتأكيد أنت تكون سوداني الوحيد، فلقيت إنه في حاجات كتير جدا ما عارفينها عن السودان. يعني اللي بكون جاي لك جاي من غابة، اللي بكون مفتكرك جاي من بلد حرب، بكون قايل انه في قرون في رازق يعني للاسف. فاثبت لهم انه يعني الفنان يعني السودان ذاته هو احنا معهم العرب. اي والله، يعني انا قلت لهم ابسط حاجه، احنا درسنا يعني درسنا تاريخ ودرسنا جغرافيا، ويعني فمن تاريخ البلد وجغرافيا المنطقه تكون عارف طبيعه الناس عامله كيف، تكوين الشعوب عامل كيف. احنا بلد كبير مختلف ومتنوع والثقافات والاقاليم، فحاولت يعني كان الجزء الاساسي انا اول رساله الحقيقيه بتاعتي كان انه احكي عن السودان. كنت بدرسهم تاريخ؟ كنت بدرسهم تاريخ يعني. وانا قلت لهم احنا انا مش عشان انا جاي امثل السودان، لكن اي سوداني لو مسكته هيحكي لكم عن تاريخكم انتم وعن جغرافيا المنطقه بتاعتكم وعن كده. لانه درسناه، لانه احنا درسنا الكلام ده، والسودان بشعبه يعني بطريقته هو شعب. احنا ظننا غلطانين، نجي في حصة الجغرافيا والتاريخ يدرسونا اللي حوالينا دول كلهم. ايوه، وهم هناك ما بيدرسوا حقنا، هم بيدرسوا للاسف حقهم بس. نعم، يعني بيدرسوا تاريخ منطقتهم، فدي من الحاجة اللي افادتنا احنا ان الزول. غير كده انت كفنان اطلع على ثقافات الاخرين وعلى. قدمت شنو في المهرجان ده؟ قدمت اغنيه اسمها سحر الليل لكاتبه الراحل مهدي محمد سعيد. يا سلام، الله يرحمه، نور الرحمه والمغفره. ايوه، الاغنيه كان من توزيع الفنان الجميل محمد حامد جوار، تحيه له. ولحنه هو برضو لحنه يعني، انا مجرد يعني اضافات بتاعت الاسلوبي انا واستغليف. نعم، على الاغنيه. فاداه مود جديد محمد حامد جوار، طبعا راجل مرحب وعلى فكره موزع بارع. أيوة، بدون قطع كلامك. ايوه، انا انتجت شريط في سنه 99، وبعدين الشريط كان اغنيات خفيفه واغنيات كده بسيطه. قمنا استعنا بمحمد حامد عشان يعمل لنا اضافات موسيقيه، قلب الشريط فوق تحت طبعا، راجل فنان طبعا. توزيع مختلف كده طلع شريط جميل. والله استاذ محمد حامد جوار في حياه محمد الخادم ده زول المفروض انا اقف عنده. انا استفدت من الراي اللي كثير جدا. نعم، تحيه يعني كبيره جدا له. استفدت منه موسيقيا، استفدت منه حتى على شكل التعبير، لانه بيجي له مؤخرا محمد حامد جوار ما بوريني اللحن يعني بحذافيره عامل كيف. يعني ما يشتغل معه بقوم بقول لي اسمع انت عندك المساحات دي، حاول يتحرك في اصل لحد الله، بيشرح لي الاغنيه كده. ف استفدت منه في قياده الاوركسترا، عرفته انا كنت بتابعه جدا هو كيف بيقود الاوركسترا وشكل التوزيع بتاعه المختلف. فهو ده ظاهرة مفترض الناس تقف نقف عنده، يعني محمد حامد جوار زول ما هي مفترض الناس تقف عند تجربته. استفدت منه كثير جدا في شكل التعبير، يعني هو يعني أول زول أنا لقيته مما جيت الخرطوم في مركز شباب بحري، فسمعنا أنا معي مجموعة بنهبش كده في الكيبورد وبعمل في حاجات، فيقام قال تعال هنا يا زول، انت منو؟ وجاي من وين؟ انت جاي من وين؟ الشافعي ده جبته من وين كده؟ انا كنت صغير. قلت له اسمي محمد الخاتم شنو معه شباب. قام قال لهم الزول ده حيكون كارثه. دي حقيقه. اي فيعني هو كان يعني يعني وطبعا عنده وزن يقتنع. ايوه عنده وزن فاحص. انا حسيت انه هو زول ده مقتنع جدا باللي انا بعمل فيه وتنبأ لانه الزول ده حيعمل حياه لقدام. فدي كان دعم، اول دعم فني انا القاه. نعم، يعني في هذا الوسط. اديني مقطع من اللون اللي قدمتوها في طرابلس.
انت جربت اسلوب محمد حامد جوار وجربت الشكل هذا؟ وطبعا الاغنيه ما بيظهر شكلها خالص الا بال الا بال الا بالشكل الاوركسترالي الكامل. فحقونا خليها شويه. لا لا دي مقطع مقطع صوتي بس مقطع صوتي. والله انا بتمنى انه ما نقولها سي لانه يعني شويه عايزه استحضار عايزه ترتيب عايزه ترتيب بعدين من 2004 لحد 2004 هي عشان اتذكر. طيب صعبه ده بودينا ليه سؤال. قبل السؤال هقول لك معلومه مفيده جدا. هل تعلم انه دي اول اغنيه في هذه المشاركات من السودان نالت جائزه حقيقيه وليس جائزه تشجيعيه؟ نعم. لكن مع الاسف الشديد الزخم الاعلامي اللي نالوه باقي الاغنيات يعني نظيرات من الاغنيات اكبر من الاغنيه الحقيقيه اللي نالت الجائزه الفعليه ونالت مش جائزه نالت. هو المهرجانات عندها جوائز تشجيعيه وجوائز. طبعا المهرجان ده بيكون في الجائزة الأساسية للحن أفضل لحن أفضل أداء أفضل شعر كويس. نعم. وفي المايك الذهبي بيتنالوا يعني برضو فيه حتى مرات تشجيع أو غير. فالجوائز الأساسية مرات دي بتكون الحقيقية. أما الجوائز التشجيعية بتكون لأنه اللجنة رأت إنه زول اجتهد في شيء فلاني أو ظروف المنطقة جميلها أو شكل المشاركة فيها تميز او كده بيكون بده جائزه. كل الجوائز اللي اخذها المشاركات السودانيه في الغالب قبل وبعد 2004 كان في الغالب لكن تشجيعية. ايوه اول جائزه حقيقيه نالت جائزه افضل لحن كويس على الاطلاق في المهرجان كان 2004 محمد الخاتم ومحمد حامد جوار ومهدي احمد سعيد رحمه الله. طيب لكن في جوائز قبلها وفي جوائز بعدها او مشاركات نقول ده يعني لقت رواج يعني غريب. انا ما اعرف على الاعلام كثير يمكن تكون دي جزء من اشكالات يعني. والله يا اخي اشكالاتك كثيره انت كده نجيها لقدام. طيب محمد الخاتم ده حيودينا لسؤال. هل احنا ما زلنا محتاجين نقنع العالم العربي بقوه الاغنيه السودانيه؟ معلش محتاجين. كيف للاسف الشديد ما زال في عدد كبير من يعني المغنيين السودانيين ما زال العرب بس يعني واقفين عند الاغنيه السودانيه واقفين بس ان ازيكم كيفينكم والمنبع السوداني. طيب كلنا عارفين تماما ومقتنعين انه السودان يعني اكبر بلد فيه تنوع ثقافي وفولكلوري. نعم صح لتنوع لكثره القبائل صح. احنا اكثر بلد يعني ما سوداني وبس في سوداني يعني في سوداني يعني القبليه نفسها ممكن نستفيد منها والمناطق وكبرى المليون ميل زي ما يقولوا هي مليئه يعني ثريه جدا بشنو بالموروث الثقافي او بالتنوع الثقافي. فالسودان من ناحيه غنى وتنوع بتاع اغاني موجود وغني كويس. هويه الاغنيه السودانيه واضحه ما واضحه ليه؟ عندنا مشكله واحده الشكل بتاع التنفيذ الموسيقي مهملين نحن كسودانيين. نعم. والتوزيع يعني بس بيكون عندنا فلان عنده اغنيه جابه بس دايره تطلع بدون تفكير في انه شكلها يكون كيف. في حين العالم برا بيهتم بالستايل. الستايل انا قصدي بانه نوع الاغنيه وشكل الايقاع يكون شنو وكده. حتى الايقاع لو مثلا قلنا ايقاع اي ايقاع مردوم مثلا دليب احنا حتى الدليب ذاته ما عندنا تفكير دقيق في انه يكون شكله كيف. اي ممكن يكون في اجيب استعين بتاع طبل عديل من الشماليب او زول شايقي محترف طنبور او محترف ايقاع الدليب اجيبه لكن يكون في اضافات ثانيه لشكل الاغنيه تغنيه للاغنيه يعني توزيع محترم ستاندرد يعني عشان يعني التوزيع الموسيقي عندنا ما زالت فيه اشكالات ما يعني من مؤخرا الشباب في بعض الشباب بدوا يهتموا بشكل التنفيذ يعني لازم يكون شكل التنفيذ الاوركسترالي. بس كمان انا عايز اقول لك حاجه. الان انتاج الاغنيه عندنا ابتدى ياخذ شكل مختلف. زي ما احنا سامعين نغسي. احنا قبل 10 سنوات ما كنا بنقدر نسمع اغنيه سودانيه بالستايل ده. او ممكن نسمعها لكن بنسمعها بشكل الكمنجات يعني يعني التخت المنفذ للموسيقى. طيب انا عايز اقول بانه الاستوديوهات في السودان عشان يبتدي ننتج النوع ده من الاعمال او ناخذ بصمه بتاع التوزيع في التسعينات وانت جاي. بينما اللي حوالينا من بدري خالص شغالين في النوع ده. احنا محتاجين لسه ثاني زمن لحد ما كل المنتوج بتاعنا ياخذ الشكل
الستاندر ده ويطلع للناس؟ محتاجين لسه زمن طويل؟ محتاجين قناعة بشيء واحد عشان نتجاوز قصري. زمان يمكن أنت زي ما قلت هي أصلاً بداية دخول الميديا والعولمة للناس في بداية التسعينات دي. نعم. يعني القنوات الفضائية، السمع، تنوع السمع ده ما مهم للفنان صح؟ مهم يعني الشكل اللي تشوف العالم بيعمل في شنو؟ لأنه الموسيقى هي لغة عالمية. إحنا للأسف هنا عندنا لا الغنية دي حقيبة مفروض تتقال بنفس الطريقة. ودي مشكلة. ليه ما هي حقيبة الغنية دي؟ طبعاً ما أغنى الحقيبة هو من الغنى الأسس للغنى في السودان صح؟ نعم. والطرق الصوفية ما 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 المديح على كده. آية المديح والغنى الحقيبة زمان هو ده الموروث بتاعنا. لكن هل غنية الحقيبة دي إذا اتعملت في سنة كده أنا 2014 لازم أغنيها بنفس الطريقة؟ أنا في تقديري الخاص لا. طيب للأسف الشديد بتلاقينا في بعض الحتة يعني في إذاعة السودان وفي حتة يعني يقول لك الأغنية دير شوهوا الأغنية. أول شيء كلمة تشويه دي ما صح. ما تقول شوهوا الأغنية، قول أخذت فكرة مختلفة أو بعيدة قابلة للرفض والقبول. بالضبط كده. فخوف الشباب وخوف الناس الفنانين كلهم من تناول الغنى القديم وتحديثه عالميا موجود الكلام ده. موجود يعني عالميا يعني الأمريكان ولا العرب ولا غيره ولا غيره بيضيفوا على الأغنية ممكن يعني عشان تتواكب مع الوقت الحالي. أنا مع إنه الأغنية إذا تنظمت أكثر شكل التنفيذ الموسيقي أخذ شكل معين وقوة الجميل لجميل في كل العالم. ليه أنت يا طلالسي ممكن تكون ماشي بالعربية شغلت لك أغنية أو إذاعة سمعت أغنية غربية إذا جميلة فعلا وفيها فكرة جديدة حتسمعها كلها صح صح؟ بغض النظر عن أنت الزول قاصد شنو ولا حتى أغنى الأثيوبي مثلا إحنا كسودانيين بنحب الأغنى الأثيوبي وهم بيحبوا أغنانا جدا لكن شوف بينفذوا كيف بشكل بيعجبنا احنا ذاتنا اذا شنو اذا التنفيذ الموسيقى مهم يبقى احنا لازم نعمم فهم معين. يا اخواننا اي اغنيه حتنتج عشان تطرح للمتلقي لازم تنتج بشكل معين بالضبط بتوزيع موسيقي معين بفهم معين في استوديوهات بشكل معين مش كده. في نقطه ثانيه مهمه المشاركات. اي فنان يا جماعه لو جاء يشارك برا السودان حتى لو حفله خاصه حقته أنا رأيي يمشي بشكل الغنائي كامل يحترم فنان السوداني. ما يقوم يقول يا أخي الحفلة دي والله يا أخي حيدوني فيها سوليه بتاع أورغان كده سوليه بتاع أورغان كده وبتاع أكورديان كده وعشان يكون أو ثلاثة آلات ويمشي يقدم له شكل مهزوز. لا لا لكن في حاجة ما تنساها في 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 السودان ده بتقام أحيانا مهرجانات تايم تو تايم كده وبيجوا فنانين من أوروبا ومن كده المجموعة بتاعت الموسيقيين اللي بيجوا لا يتعدوا 6 أشخاص درامز بيز جيتار آلة آلتين ولكن بيطلعوا مادة فيها قوة. أنا عايز أقول بأنه العدد ما مشكلة محمد. أيوة بالضبط نحن ما نتكلم عن العدد. نعم. أنا بتكلم عن شكل التنفيذ الموسيقي طلال حلفة الليلة ماشي معلش على الكلمة دي لأنه نحن بنعرف طلال يا ما لا ما في مشكلة بطلال حلفة يعني نعم. أيوة. نعم لكن أنت الليلة إذا عندك حفلة في دبي مثلا سايق معاك الناس اللي بيعزفوا معاك لكن الطبيعي تقعده تعمل بروفة وتجود شكل التنفيذ نعم صح؟ نعم. عشان يتقدم بشكل حتى لو في ناس غير سودانيين سيعمل الغنى ده يعجبوا بالستايل بتاع المزيكا اللي حتتقدم لي نحن مرة بنعمل شنو محمد تكون عندنا دعوة من برا وليك والله بس انت ومعاك 5 تنفر انا مفروض ما اقبل. طيب محمد احنا هنواصل بس رجعنا للشاب الجميل محمد الحاتم. محمد احنا حنواصل حوارنا معك وريني انت بتنتج الاغنيه كيف يعني فكرتها عندك بتجي كيف تتلقى القصيده وتلحنها بأطول فكره وبترك يعني ورينا بتنتج العمل حقك كيف. طيب انا مبدئين في الاغنياتي يا ما بهتم بالكم كثير لكن يعني ممكن يكون عندي مجموعه كبيره من القصائد من ناس تدوق لها أو حياة كاتبة أنت لكن القصيدة من الأول اتقرت لك وحسيت بها بكتبها بيدي بخليها في جيبي تقوم معك كده بس تكون معي طوالي يعني متى ما حسيت كل مرة بحاول أقراها لما تحصل معايشة مع النص وأحس أني شبه حفظت القصيدة بعدك بكون حسيتها. وأي تلحين طبعا هو حالة بالتأكيد أي أغنية بتطلع في حالة اللي هو حالة الإبداع بتمر بك بيكون حاسس إنك أنت
عندك القدرة انك تعمل حاجة بتقوم اقرب نص معاك ده اللي انت عايشه في جيبك ده بتقراه بتحاول تشوف اذا ما كتب انت تشوف الشاعر قاصد يوصل شنو دي مهمة جدا ما لحنه بس الفكرة انه توصيل المضمون ما زي ما قلت مع كنت اتكلم مع صاحبي اسمه سراج الدين عبد العظيم هو برضو زول شاعر ومن الناس اللي احبهم جدا بنتونس دائما فقلت له يعني هو قال لي مرات اللحن الجميل بيفرض على القصيده انها تسهر للناس انا قلت برضو مرات النص بيفرض على الملحن في الاساس انه يلحن كيف فحتى شبهت انه القصيده والنص اللحن يكون عباره عن شنو زي الجلابيه او قميص القصيده دي صح اذا ما قدروا معنى ما حيكون موصله صح هو حاجه متكامله بالضبط لازم النص يكون فيه فكره كويسه بالضبط واللحن برضه يتم هذه الفكره يعبر عن على فكره والاداء مهم جدا طبعا الاداء اضافه للاثنين التعبير بالضبط كده فبعمل الاغنيه بالشكل ده بكون عشت النص بيجي الحينه اذا جيت الاستوديو عايز في استوديو بكون يعني كده بجيب الاغنيه بقعد في البيانو مثلا احاول اسجل جايد اثناء بلحن في الكلام يعني ممكن يلحن كوبلة واحد الليلة وتخليه وتمشي وخليه ومشي ممكن بعد شهر يفتح السيشن ده الحاجة اللي أنا عملتها دي وحس إنه اللي عملته ده ذاته داير شيء مختلف تعميل. ففي النهاية لما تتأكد إن أنت حاسس القصة دي كده مش يعني ما صناعة في فرق بين الصناعة وبين التلحين يعني أنا فاهمك فأنا بجتهد في إنه أنا ما أصنع طيب أنا طلال 200 حاشوف محمد الخاتم بيغني في الحفلات العامة وبيقدم أغنياته للناس دي يعني الآن محمد الخاتم بيغني داخل الاستوديوهات بيطلع منتوج بالشكل ده أنا عايز مع محمد الخاتم مش يفتش في الام بي 3 يفتش في كده أنا عايز أشوف محمد الخاتم لايف وين والله أنا ذاتي بحب أسمع محمد الخاتم لايف لأنه أنا في اللايف بتعيش الحالة مود مختلف خالص من الغنى المسجل الاستوديو جو مقيد لكن الغناء اللايف في حفلات انت بتكون بتعبر بس عن غناك بشكل لكن انا عايز اقدم محمد خاتم لايف في منابر انا اكون حابيها فزي ما قلت لك يعني انا كنت بتمنى انه يكون في منابر اوسع يعني مثلا وزاره الثقافه هي الجهه المنوطه بيننا يعني تبتدع منابر او تقترح منابر يغنوا فيها الناس المنتديات الخاصة دي لا تكفي؟ في منتديات في كده طيب مفترض كل فنان ينال حظه في انه يعني في الوزارة ذاتها يكون في ناس او في جهة مختصة بين وين محمد الخاتم اللي هو زي مختفي اذا بعرفه محمد الخاتم فعلا اذا هو فنان اذا هو فنان وموجود نعم. وانا بعتبر انه انا فنان وقدمت في حياة كثير جدا يعني وقدمت ستايل الان الشباب بدوا يدوب يغنوا به انا جايك في الكلام ده صح لكن ماذا اقول انا بس قاعد انتظر الفرص تجيني وده جزء من اشكالاتي انا ما بكذب عليك يا جلال انا مرات بنتظر تصل بي محمد انت جيتني هذه الحته انه ستايلك قاعد تغني به وليك زمن طويل ومتمسك به وده الان ابتدى ينطرح يعني ابتدوا الشباب يغنوا بالستايل البلوز ويغنوا كده هل الكلام ده حيوديني لحته لانه انا شخصيا في تقديري بانه يعني انت من الناس اللي عندهم الستايل ده من بدري يعني من الناس يعني في برضو انا بعرف شباب برضو بغنوا بالستايل ده ولكن انا ما عاد اقول سرقت الفكره ولكن قاعد تمتد ده حيبقاها على حسابك انت حتختفي ولا انت مفروض برضك تكون بتقدم في اعمالك دي وظاهر للناس والله انا كونه اسمع يعني اسمع زول بغني باسلوب حقي انا إذا أنا نجحت في إنه أوصل الستايل ده كويس بغض النظر عن وصلته أنا لكل الناس ولا وصله هو مبدئيا دي بتكون بتاعت مبدأ بينك وبين نفسك إنه أنا عملت فكرة بغني بطريقة أنا ما أغني بالطريقة التقليدية في ناس كتار بيغنوا هسه أي زول بيغني يا جماعة والله صراحة يعني أي زول بيغني الساحة بقت يعني زمان بتقدر تعرف تحصيل عدد الفنانين هسه الآن لا يحصى شوف احنا بنقول فنان معناه كله بهويته مش كده؟ اي امين بس ما للاسف ما في تنوع في المسمى ذاته طيب هسه اذا بيغني بنقول هذا فنان صح؟ يا نجمه تعني لك شنو؟ يا نجمه طبعا فجأة جات كده يا نجمه دي يا نجمه دي طبعا اللي بيكتب الكاتبه هو زول صاحبي جدا يعني صديق
يعني من الناس القلائل اللي بقول ده صاحبي، ما غنيت لانه صاحبي. يعني هو بالتاكيد هو عنده اسمه سراج الدين عبد العظيم او محمد عبد العظيم، هو صديق. احنا طوالي مع بعض يوميا بنتناقش نفسه ونستك دي، يعني اذا شاهد برنامج بتاعك ده بيجي بناقشني معه وبنتناقش في الحياه دي، فقاعد نصل لحلول. وهو عنده معي يعني هو شغلي جلاد شديد. طيب خلينا نسمع يا نجمة. فيا نجمة من القصائد اللي هو كتبها، عادة هو بيكتب قصائد احنا نيجي نقراها. هو هل بتحسها بقى؟ اول ما قراها قلت له اكتب لي. قال لي جدا يعني عجبتك؟ قلت له جدا. فشلتها فكل مره بقول لي يا اغنيتي وين يا اخي؟ كده يعني بيهزر معي. فانا عملتها طوالي وتلحنت من ما شلتها واليوم، لكن ما غنيتها الا قبل يومين. غني علينا هنا. جدا. يا نجمة هي من كلمات الشاعر سراج الدين محمد عبد العظيم ومن لحن محمد الخاتم. الآن هو سراج معنا هنا في عم يحضر القناة. هذا الحوار يحضر في هذا الحوار. شيل المايك وغني لنا يا نجمة. وأتمنى إنه الأغنية تعجبه وتنال رضا كل الناس إن شاء الله. للذكرى أصل
هو بس فكرة، إنك بتكفيني وحلم الأرض مطرة. أنا فطرة محفورة جوايا، مكتوبة ريد وهنا منسوجة في غنايا. بهواك أنا فطرة محفورة جوايا، بريد وهنا منسوجة في غنايا، موجودة من أول بتضوي دنيايا. يا سلام يا محمد، الأغنية جميلة وأنت راجل جميل. تسلم يا راجل جميل. وريني جوك، جوك في البيت كيف؟ بتتناقش في الأغنية دي مع زوجتك؟ عموما يعني مش في الأغنية، بتتناقش دائما في النصوص معاها. والله هي يعني دي تحية خاصة يعني لزوجتي وئام وبنتي ريفال. ريفال؟ ريفال أيوة. ريفال. جبت الاسم ده من وين أنت؟ جابت الأم طبعا. قال بس سميها ريفال. سميها ريفال. لكن أنا بقيت عشان ما أخرج كده يعني، أنا بحس إنه يعني هي عندها الاسم ده من زمان حيث لها. أنا كنت خايف من الاسم أصعب من كده طبعا. فقلت بس يكون المعنى جميل كده. مرق البقع على ريفال. فإحنا في البيت عادة الجو هو معظمه يكون عنده علاقة بالموسيقى، لأنه هي بتحب تسمع الموسيقى كثير. وئام. حتى ريفال بقت تحب تسمع الموسيقى. فأي أغنية جديدة يعني وانا بلحن فيها بالتاكيد هي بتكون يعني ماسك الجيتار بقى، هي بتيجي تقعد جنبي كده وهو لو حسيت بها انترست كده مع الاغنيه وعجبتها معناها انا ماشي صح يعني. فاي اغنيه اعملها بسمعها الاول، ما عشان الحكومه في البيت وكده، لكن شنو انا بثق في لا تمام بعد ما نخلص اي. لكن بالتاكيد بيكون في حوارات، بيكون في اقتراحات حتى من قبلها يعني. قاعد تقبل دائما برايها لما يكون المرات بتحسبه يعني الرأي، لكن يعني يمكن تباعد الأجيال هي أظهرني بهي فترة، فمرات بحس إنه الأفكار شوية جامحة أكثر يعني. لكن في الغالب قاعد أستفيد من آراء، حتى في شكل اللبس تكون عندها رأي في إنه أنتوا ليه يعني اللبس مقيد كده، الناس مفترض تلبس بشكل مختلف شوية جريء حبة. الفنان هو فنان لأنه مفترض يجيب شكل أفكار جديدة حتى لللبس حتى للغنى حتى، فده حواراتنا دائما بتقول. هي طبعا هي
من الجيل الجديد، وبالتالي رؤيته دائما رؤية جديدة. فبالتأكيد أنا مرات يعني في الغالب باخذ بكلامه، لأنه بتغني مرات لريفال في اضنينة كده ولا حاجة. ريفال مثلاً، ريفال دي حكاية عجيبة جدا. يعني أنا حيرتني من عمره شهرين، كيف من عمره شهرين لو سمعت موسيقى ولا التلفزيون في حاجة عجبتها، حتى لو بتبكي بتسكت بعد شوية، يعني تكون كده بتنصت. إذا عجبت القصة بتقوم تبدأ ترقص مع الموسيقى إن شاء الله. فأنا يعني الحاجة دي حسيت بها مبكرة جدا. بعد ذاك القناة بتاعت الأطفال دي لازم تكون 24 ساعة مدورة. بعد ذلك لما كبرت عمره 10 شهور بقت أنا عامل فيها البيت كبيرة في سماعه وكده. أي أغنية جميلة والله، أي حاجة تلفت نظري أنا في التلفزيون بينتبه لها، هي تكون منتبه لها وحبتها. فدي شيء مبشر لأنه البيت تطلع سميعة والله. ربنا يحفظها محمد. الله يكرمك. ربنا يحفظها محمد. أنت غنيت مع عقد الجلات، وخلينا نجي من آل البيت، بعدها أولاد البيت، بعدها محمد الخاتم لوحده، بعده عقد الجلاد، والآن محمد الخاتم ينفصل من عقد الجلاد. شنو الاختلاف اللي انت يعني، ما هو الغنى الجماعي غنى جماعي مش كده؟ أيوة. لكن شنو الاختلاف ما بين أولاد البيت وما بين عقد الجلاد؟ أول شيء اللون الغنائي ذاته، أي نعم هو كله جماعي، لكن اللون الغنائي كان بيختلف. هناك كان يعني المهام ذاته مختلفة، المهام مختلفة ذاته، حتى شكل الطرح بتاع المواضيع مختلف. نعم. بتطلع بالجلاد أولاد البيت، إحنا لسه الناس كان شباب صغار أو أولاد صغار صراحة، لكن رغم إنه قدموا كبير أنا شايف وأحترم يعني ما تجربة. مبدئيا علمت إنه أي تجربة هي مفيدة حتى لو كان فيها سلبيات. نعم. بستفيد منها فيهم. فأولاد البيت علمتنا الغنى، والغنى الكثير ذاته بيعودك على المسارح وعلى المنابر. نعم. بس إحنا ما كنا نفكر كثير، بنغني وبس. يعني مرات ممكن يكون في حتى في الاختيار ممكن يكون في اخطاء في الاختيارات، لكن فرقه شباب صغار من غير اي يعني درايه كبيره فنيه قدرنا ننجح. ونجحنا الحمد لله. طيب لو كان العقليه اكبر او في زول ثاني اداري عقليته اكبر مشى بالقصه دي، كان هتكون مستمره الى الان كويس بنفس الناس. يعني عند الجلاد الاختلاف طبعا بالتاكيد تحس احترافيه اكثر واكثر نضوجا، لانه عارفين ده يعمل شنو. انا في رايي في اضيف لكلامك ده، عقد الجلاد على ما اعتقد كيان. بالضبط. الكيان لا يتاثر بذهاب اشخاص مش كده، يبقى بالضبط كده. اولاد البيت كانت فكره مرتبطه بالاشخاص صراحه، مشت لقدام وارتبطت باشخاص مشوا مشت. بالضبط. يعني لو مشى مثلا طه بعد شويه محمد الخاتم بيجي ماشي مع الناس قام يختفى، فضلوا دي يحاولوا يجيبوا ناس جداد، لكن في روح روح الشباب مع بعض والصداقه والكده هي المؤثره في اولاد البيت كان. طيب خلينا نتكلم عن حاجه، عن الطرح نفسه والمواضيع. انا دائما بحس بانه يعني الفنان الشاب عندنا لغايه الان، او الفنان عموما لغايه الان ما استغل نجوميته صح عشان يخدم بها قضايا انسانيه. طبعا انا كل مره كل ضيف عندي بتكلم معه في النقطه دي، ليه دائما يقتصر يعني دور الفنان في القضيه الانسانيه ما واضح. والله ده طبعا دي نقطة مهمة جدا، وده جزء أساسي. يعني إذا ربنا أداك الهبة بتاعت إنك أنت يكون عندك صوت جميل تلم بيه والناس مسموع، الاستغلال الحقيقي للموهبة دي تبقى دي مسؤولية. ما كفاية إنه أغني بس للحبيبة، كتار غنوا للحبيبة صح؟ نعم. غني للحبيبة الوطن بشكل مختلف، خلي يكون عندك دور كبير في بعض الخلافات الحاصلة والنزاعات، لأن الفنان يعني عنده نسبة كبيرة مسموعة من الناس صح؟ وكلمته تكون مسموعة. يعني شوف أي فنان، أبسط فنان عنده معجبين مثلا قول كم، قول 100 نفر. إذا عندك 100 نفر قد تأثر فيهم في موضوع مؤثر، هم هيأثروا في البيئة، هيأثروا في 100 تانية البيئة المحيطة بهم. بالضبط. إذا كده أنت حتكون عندك رسالة وقدرت تأثر. إذا نرجع لأنه لازم الفنان يكون شنو؟ صاحب رؤية، وعي ورؤية. طيب انت برضك اشتغلت في مع بسموها مكافحة الايدز. الايدز مش كده؟ أيوة. كنت بتعملوا شنو؟ طيب اولا انا ومجموعة من الفنانين يعني حاولنا عملنا دخلنا ورش طوعية في عشان نكون عندنا دراية اكبر عن الفيروس الاتش اي في بيسموه طبعا علميا،
اللي هو المناعة المكتسبة. نعم. فقدان المناعة. احنا قبل كده جوا دونا محاضرة في اتحاد الفنانين برضو احنا مجموعة من الشباب. وانت كنت معانا. بالضبط. او انا كنت معاكم. احنا كنا مع بعض. مش كده؟ ايوه. واتفقنا على انه نعمل شكل معين والناس تلبس في الحفلات فنايل تكتب فيها. مش كده؟ وعملنا الحاجة بعد ذاك. احنا بعد ذاك مشينا الاحفاد مثلا تحاول تعمل حفله تغني لكن انت تتكلم يعني حتكون سابقه في البدايه كان في ده شنو اللي عايز يتكلم لنا عن الايدز واحنا جايبينه يغني لنا والمخدرات والحاجات وعملت الحاجه انا في قبل 3 سنوات عملنا حفله فجاه في راس السنه كان التيكتس يعني التذاكر عاليه جدا والناس ما قادره تخش حفلات يعني انت لو ما عندك اقل شيء خدت لك 600 700 الف ما بتعزم اولادك في راس السنه حفلة. نعم مشينا الحدائق اللي بيسموها البحيره ولا زمينه في مدرمان في ملازمين فاتفقت مع مجموعه من الفنانين وفجاه قومنا حفله جبنا الساونات وبعد ذاك الناس بقوا يتوافدوا عازفين على فنانين على فنانات بدوا يجوا يغنوا وبقى في غنى وبقى في تجمهر رهيب شديد اكبر حفله فيها عدد ناس كان الحفله دي ومجانيه انا استغليت الحاجه دي لرؤيه ثانيه عشان انفذ الكلام اللي قال لك بديت غنيت اغنيتين ثلاثه وجوك بعد ذلك لما جيت اغني مره ثانيه قمت يا جماعه بس معلش لانه 5 دقائق اتكلم اقول كلمه اقول كلمه يعني فتكلمت عن النقاط عن طرق الوقايه عن الايدز وطرق الانتقال وحياه توعيه قلت ممكن الناس كلها تكون في ناس كلها عارفينها لكن ما عارفين اكثر برضو او ما منتبهين له ده من باب التذكير فالحاجه دي يعني في البدايه كان في استنكار لانه زول عايز يتكلم عن الايدز في حفله لكن دي كانت قبول كبير شديد نعم وهي فنان لو اخذ من زمن الناس 5 دقائق 5 دقائق ورجل. 5 دقائق يوصل فيها معلومه مفيده بيكون فنان مرهن. على اللي قال لي يا اخونا المقصات في الحلاقه يتعامل معاك موسى الحلاقه يتعامل معاك حاجات بسيطه زي دي هي برضو مش كده بالضبط فعملنا اوبريت غنائي وكان فيه مجموعه كبيره من الفنانين لحنت انا كتبه احمد البلال نفسه اللي كتب الاغنيه الفاتت احمد البلال صديق فكان برضو فيه تنوع ثقافي وإيقاعي عشان تصل الأغنية لكل الناس يعني من الشمالية لحد دارفور لحد الجنوب لحد أي مكان فالأغنية كان وبريت أسي الآن أنا مشيت قبل فترة بالسودان ودعيت ل برضو كان في ندوة معمولة فقالوا لي الناس اللي شغالين على الطرق بتاعت الدعاية عن موضوع أول التوعية قال لي إحنا قاعدين نشتغل بالأغنية دي عبارة عن محاضرة يا سلام يعني الأغنية بيشغلوها للناس كده الناس بتسمع الأغنية لكن هي عبارة عن محاضرة كاملة عن التعريف للناس بالمرض وكده محمد انت فيك نزعة صوفية وانا عارفة واتناولت المديح واشتغلت في إذاعة تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني النزعة الصوفية دي من فيك من انت صغير ولا هي امتداد من الأسرة ولا أصلا انت سليل أسرة صوفية ولا قصتك شنو؟ والله يا الوالد ربنا يديه الصحة والعافية يعني هو يعني أشرف على تربيتنا بحكمة عالية يعني نعم فمين إحنا في الصغار بيسوقنا الزاوية إحنا تسمينا في الزاوية ذاته يعني محمد الخاتم محمد الفاتح دي نفس الطريقة التجانية ففي صلاة اسمها صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنا مما قمت مكتوبة دي ومعلقة في البيت فحفظت الصلاة دي وأنا صغير يعني بديت أقرأ حفظت الطريقة دي الصيغة دي من الصلاة فإحنا تسمينا من الأسماء دي محمد الفاتح اللي هو تومي نعم وأنا محمد الخاتم فكنا نمشي كل خميس وجمعة الزاوية مع أبوي يبقى ماشي معكم من النشأة هذه من النشأة القصة دي يعني تربينا على المديح والأذكار طيب ما تدينا مقطع من مدحك الحياة دي بتأثر في الزول والله يا انت طلال مصير على حاجه كده محمد ماما احنا اعتدنا في الونسه بندندين كده بنعمل حاجات شيل العده خاطينه منظر احنا ولا شنو محمد هذا ادينا دندنه بمدحه كده والله يا كويس فاجئتني انت كانت تقول لي من البيت تعال لكن احاول لغايته ندندن بس بحاجه صغيره نعم العود شوية طبعاً الجو الجو هام العاشقون
بوصل ليلى فهجروا للمضاجع كل ليلى هام العاشقون بوصل ليلى فهجروا للمضاجع كل ليلى تجدهم راكعين كل ليلى بدمع طالبين رضا ليلى وكم فطموا النفوس لأجل ليلى ووالوا الصمت إلا بذكر ليلى وأمس وأصبحوا هم في فناء فصارت ذاتهم هي ذات ليلى هام العاشقون بوصل ليلى فهجروا للمضاجع كل ليلى. يا سلام، خلي العده في يدك. وبرضك تناولت الاغنيه بالستايل الشرقي مش كده؟ ايوه تناولت طبعا في البدايه. ده للذخيره السمعيه اللي عندك ولا انت بتحب برضه النوع ده من الاغنيات؟ انا والله بس سمعت مختلف الانواع الغنى يعني. نعم. يعني بسمع الاثيوبي، بسمع الشرقي، سمعت الغربي، سمعت الحقيبه، سمعت المديح، لانه ده كله بيساهم في تكوين شخصيتك بالضبط الفنيه الحقيقة. انا بحس بانه صوتك يا محمد يستطيع ان يتطوع مع كل هذه اللونيات. انا اتاكد لو غنيت اثيوبي تقدر تغني اثيوبي بالتطريب بتاعك، لو غنيت غربي، لو غنيت شرقي ومديح. ادينا كده نموذج وخلينا نستمتع بك يا اخي. والله يا اخي جدا ما تبخل علينا يا اخي. كأنما افترقنا يوم ونسينا مع الهجران، أنا اللي اخترت نسيانك ذكرني بك النسيان، لكن ده قدر عمري أحبك ليه أنا، لكن ده قدر عمري أحبك ما أدري أحبك لي أنا ما أدري. معلم يا محمد. يا سلام عليك يا أخي. يا سلام عليك محمد. طيب خلينا نغني أغنية، لأنه يعني أدائك للأغنية الشرقية دي وداني لي سؤال. مشاركاتنا في المهرجانات العربية. طيب وإحنا مؤخرا في شاب جميل يغني بصوت جميل في برنامج The Voice كده، خلينا نغني كيفك ونجي نتكلم في الحته دي. تمام. كيفك ولا كيفك؟ هي كيفك. كيفك. كيفك مدني النخلي. يا سلام، الشاعر الجميل. الشاعر الجميل مدني النخلي، طولت منه شديد. نحيوه بالاغنيه دي. نحيوه بالاغنيه دي. نعم، نسمع كيفك، نرجع نواصل مع الشاب الرائع محمد الخاتم. وينك مسهيت عيون المحبة
يا سلام يا سلام. الحمد لله حاجة جميلة. محمد عايزين نرجع لحتة كنا بنتكلم فيها التناول بتاعنا للأغنيات الشرقية بالبراعة دي. الآن في شاب سوداني يشارك في The Voice وفي مبادرات سودانية كثيرة من ضمنها مبادرة أخونا الفنان حسين الصادق لدعمه. هو يغني بالستايل الغربي لكن هو صوت سوداني صوت جميل. أيوة. انت رايك المشاركات زي دي نحن نفترض نشارك فيها باي ستايل إن كان نغني غربي نغني شرقي نفرض اسمنا ولا مفترض برضو ده منبر مهم لفرض شكل الاغنيه السودانيه؟ والله انا من الناس الداعمين للشاب نعم. نايل نعم رسلت 37 ل 455 أيوة. انا رسلت اي ليه؟ لان انا قاعد اقول لهم الناس بدوا يتكلموا في الواتساب وفي الفيسبوك وبينتقدوا انه ما بغني سوداني انه طيب ما هو لكن ده ما مفترض ده ما ممثل لنا كسوداني وبيغني غربي. قلت لهم يكفيني فخرا انا شخصيا انه ده سوداني نعم وبيغني وصل بيغني بالبراعه دي بيغني ايوه. بعدين الفكره اسمها ذا فويس يعني اجمل صوت. هو الى الان في فريقه هو اجمل صوت اجمل صوت وهذا الصوت سوداني نعم. فاحنا حقه ما نكون هدامين شديد نحترم له حاجته لكن هو اللي قدام يكون ذكي. هو سي ممكن يكون عايز يوصل اسمه هو وصله الان انا شايف وصل اسمه للناس العالم بدا يعرف انه فنان سوداني اسمه نايل نعم. وحتى الفنانه شيرين يعني غنت له نعم غنت له يعني حبته نعم. حبت ستايله وحبت نعم. غناه نعم. بغنت على غنى اغنيه سودانيه ولا غير حقه ندعمه مبدئيا نعم. بعدك نحاسبه انه ممكن شويه ينقل معه الاغنيه السودانيه طالما هو لقى الرواية طالما هو لقى الحاجه حقه المشاركه الجايه يكون فيها اغنيه سودانيه. انا عايز اقول حاجه قبل كده. الشاب خالد حسن صديقنا خالد شارك في ألبوم نجوم العرب بالضبط. كان من ضمن الفريق الفائز بتاع شمال إفريقيا. خالد جه السودان ومشى مصر وثاني جه السودان وأنا بوصل له صوت لهم وعتاب لأنه خالد اختفى
هل احنا خايفين على نفس مصير نايل مع مصير خالد؟ يعني نايل برضو بعد المشاركه دي نتمنى له الفوز ويجي الاول ان شاء الله وحي الاول الله. بعد ما يفوز هل حيختفي زي خالد ولا هو بس المشكله انه أيوة خالد لانه تميز بالغنى الشرقي وهنا في السودان يعني الغربي ممكن يسمع ممكن يغني في حفلات غربي وكده لكن الغنى الشرقي ما كل الناس بتقدر محدود حتى فرصته محدوده عشان يجي يغني ثاني سوداني بعد ما احنا عرفناه بالطريقه دي بيبقى له صعب شويه لكن نتمنى انه هو ذاته يفكر في طريقه نفس براعته في الشرقي يحاول يعمل بها غنى طيب يكون في يعني مزيج كده انا وانت من هنا كفنانين شباب بنضم صوتنا لصوت اخونا حسين الصادق ونقول للناس يا ريت تدعموا نايل وانا اتمنى بانه نايل يكون فاز واتمنى انه يفوز نتمنى والله نتمنى له ان شاء الله طيب محمد احنا ماشيين على خواتيم الحوار للاسف حوار جميل انت راجل مثقف ويعني كل شيء فيك جميل انا حديك ثلاثه زهرات او ثلاثه وردات اهديهم لي عشان حنختم باغنيه ديما يا عيني شقيه اهدي لي ثلاثه وردات دي لمنو ثلاثه بس ما اربعه انا عارفك عايز شجر ورد لكن حديك ثلاثه بالضبط هاي والله يعني الوردة الأولى أنا بهديها للشعب الصابر السودان لأنه يعني صراحة الحياة بقت صعبة جدا كون السوداني لا زال الآن محافظ على باقي القيم والحياة الجوانة دي داير وردة السودانية ده يحتاج وردة نعم أنا داير لي شجرة كده دي وردة دي طرف زهرتين قاعدين هاي طيب فضل اثنين واحدة بديها لأسرتي الكبيرة وأسرتي الصغيرة واحدة اليوم والاثنين ألمهم كلهم في البيت بعزمهم في بيتنا كلهم وديهم الوردة دي كويس فاضل لك زهرة لأنه برضو يعني داعمني شديد ولأنه برضو الزوجة برضو داعمني بشكل كبير شديد نعم. وهي من الناس اللي بيقول لي كسلان وما بتعمل وما بتعمل فهي وناس بيتنا والأصحاب حالمهم في وردة زهرة قصة صعبة شديد هاي عندك زهرة فضلت لي فضل لي زهرة أدينا أنا أظل أخوك وحبيبك أديك لها أنت والقناة نعم لأنه عندهم المساحة لأن يوصلوا الإهداد لكل الناس محمد يا أخوي إحنا بشكرك شديدا يا طلال أنا سعيد جدا يعني طلال من الناس الأصحاب الجميلين اللي أنا يعني أفتخر بأنه يعني قريب منهم الله يخليك رغم أنه اختفينا وقت طويل من بعض نعم لكن أنا سعيد جدا أن الليلة كنت معك يعني أنا شخصيا مؤمن بك كفنان شامل يا محمد مؤمن بك تماما ومؤمن بموهبتك العالية جدا وأتمنى لك دائما التوفيق واحنا بدورنا في القناه هنا واسره البرنامج نهديك باقه بتاعت ورد مقابل زهرتك اللي اديتنا لها تسلم يا اخ تسلم اشكرك يا محمد شكرا لك كثير ديما يا عيني الشقيه دي كلمات كلمات محمد الخاتم كلماتك والحان ايوه والحانك شوف الروعه دي حنختم بهذه الروعه ديما يا عيني الشقيه من كلمات والحان الحبيب محمد الخاتم الاسبوع الجاي فنان ثاني وحكاوي ثانيه وبعد ديما يا عيني الشقيه اقول لكم تصبحوا على الف خير ان شاء الله ديما تايه في شجون
الحياة شايفك في طول عذابي قلت تعذب شوية كم مني أفضل جوارك أهنى بالرضا النادية شلت غارك وذكرياتي سبت غارك في الأسية ديما يا عيني شقية واو 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 جايب لقلب الأزية اهنني وارحمي قلبي مرة مرة اهنني وارحمي قلبي مرة من عذابات العصية قلبي مرة من عذابات العصير